أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي هاشتاغ. 20 عاما من العمل بقانون 102/1980 وهو قانون التجنيد الإلزامي، كشفت عن صعوبات ومشاكل استوجبت إعادة النظر فيه وإيقافه سنة 2001 حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة من خلال تطويره وتعديله لمواكبة المتغيرات بكل جوانبها القانونية والإدارية والتنظيمية والعملية. صدر قانون 20/2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية. هكذا استهلت المذكرة الإيضاحية لقانون 20/2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، ونحن بدورنا سنستهل حلقتنا الليلة بكل ما يخص هذا القانون، وسنستوضح أدق تفاصيله والذي يراه البعض قانونا للتجنيد ولكن بحلة جديدة. هاشتاغنا الليلة بعنوان الخدمة الوطنية العسكرية، وللحديث حول قانون التجنيد الإلزامي أرحب بضيوفي الكرام رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء ركن إبراهيم سالم العميري. حياك الله ويانا اللواء ركن إبراهيم. الله يحييك أخوي أحمد، جزاك الله خير. الله يحفظك. وكذلك مدير مديرية الخدمة الوطنية العسكرية العقيد محمد عبد المحسن الجسار، حياك الله ويانا. حياك عقيد الله يحييك. وكذلك المستشار القانوني لهيئة الخدمة الوطنية العقيد متقاعد الدكتور فلاح عواد العنزي، حياك الله دكتور فلاح. مشاهدينا سنبدأ هذا الحوار ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير الافتتاحي. شاهدنا هذا التقرير الافتتاحي والبداية ستكون مع اللواء ركن إبراهيم سالم العميري، حياك الله من جديد لواء ركن إبراهيم. في البداية وقبل الدخول في تفاصيل قانون الخدمة الوطنية الذي دخل حيز التنفيذ، نود معرفة سبب تشريع هذا القانون وسبب كذلك إعادة فكرة التجنيد بحلة جديدة مع تقييمكم لواء ركن لقانون التجنيد القديم وبشكله الذي كان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أحمد والأخوان في الموجودين في الاستوديو أشكركم على حسن استضافتكم وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح قانون الخدمة الوطنية العسكرية ونقل صورة إيجابية عن الخدمة الوطنية العسكرية للشباب الكويتي. وأيضا محمليني أمانة الشكر لكم أيضا من سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شيخ محمد الخالص الصباح، وسيدي سعة رئيس الأركان العامة للجيش، وسيدي سعة نائب رئيس الأركان العامة للجيش، وجميع أخوانكم في القوات المسلحة الكويتية. وإحنا نشكركم كذلك سعة اللواء ركن على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء وتوضيح الكثير من الأمور لقناة المجلس، ونتمنى إن شاء الله من خلالكم من خلال جهودكم أن يبادر إن شاء الله الشباب الكويتي بسرعة والالتزام في التسجيل في الخدمة الوطنية بإذن الله. بداية أحمد مثل ما تفضلت أن هذا القانون أوقف ولم يلغى. طبعا الوقفة هذه كانت للدراسة وللبحث ومراجعة جميع السلبيات اللي كانت موجودة. والقانون ما هو جديد، سواء عندنا في الكويت أو في دول كثيرة من العالم قانون التجنيد الإلزامي يطبق. احنا اول شيء بعدين ذي بدء تغير المسمى من التجنيد الإلزامي الى الخدمة الوطنية العسكرية، لان الانسان بطبيعة الحال ينفر من اي إلزام. يعني الان اسمه الخدمة الوطنية العسكرية، الخدمة الوطنية العسكرية سابقا كانت التجنيد الإلزامي. التجنيد الإلزامي ففيها إلزام مو حلوة، ثقيلة على النفس. نعم. فاحنا ايضا مع التطور الحاصل في العالم ومع التغيرات والاحداث رأت الدولة مثل ما قلنا اعادة تفعيل قانون الخدمة الوطنية، وسمي قانون الخدمة الوطنية العسكرية رغبة في تشجيع الشباب للالتحاق للتسجيل في الخدمة الوطنية، وهذا أمر طبيعي مثل ما قلنا. على هالأساس والحمد لله تفضل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قائد على القوات المسلحة الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باعتماد القانون 20/2015 بشأن قانون الخدمة الوطنية العسكرية. فالقانون عالج جميع السلبيات القديمة، وإن شاء الله نكون تحاشيناها وتفاديناها بما يناسب أيضا الشباب، متطلبات الشباب والأوضاع المحلية والإقليمية. ومثل ما نلاحظ اليوم مو بس إحنا، إخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقوا القانون الحمد لله، ونفس القانون وبنجاح كبير. تقريبا 6 أو 7 دفعات الآن بدأوا مثلنا من سنة 18. أبناء دولة الإمارات الشقيقة ما شاء الله شباب دشتهم الغيرة وصاروا لي 35 طالبوا بالإضافة. النساء أيضا طالبوا ودشوا. الأخوان أيضا في دولة قطر الشقيقة بلشوا في القانون والآن في
مرحلة تطوير. يعني دول الخليج بدأت بالقانون. بدأت نعم في القانون وطبقوا وتقريبا 90% نفس قانوننا. فعلى هالأساس هذا تم إعادة القانون بعد الدراسة والبحث، وإن شاء الله يتم تطبيقه بما يتناسب إن شاء الله ويا شبابنا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. العقيد محمد عبد المحسن الجسار، كثر الحديث أثناء مناقشة قانون الخدمة الوطنية وإقراره سواء في المجلس أو في الشارع أيضا، حديث المواطنين بشكل عام عن سلبيات قانون التجنيد الإلزامي السابق وضرورة تلافيها، هل وضعتم في حسبانكم هذه النقاط أو هذه السلبيات اللي كانت موجودة في قانون التجنيد الإلزامي السابق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية رحب فيكم واشكركم على استقبالكم لنا في من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية. بالفعل هناك دراسة وافية وكافية وفترة قضوها ناس مختصين سواء عسكريين أو قانونيين لتفادي السلبيات السابقة، أو نقول لتطوير العمل من قانون التجنيد السابق اللي هو 102 على سنة 1980 إلى القانون إن شاء الله هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، ونأمل في نجاح هذه التجربة وإن شاء الله احنا يعني متأملين فيها خير إن شاء الله في توجه قيادتنا العسكرية في معية سيدي معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسيدي سعادة رئيس الأركان، وسيدي سعادة نائب رئيس الأركان، والسيد رئيس الهيئة في توجه الآن على دراسة مسبقة لهذا القانون وسلبيات. والآن يمكن لم نعمل في هذا القانون، ولكن نستقبل الآراء، نستقبل يعني أي فكرة من أي مواطن من أي شخص في الكويت نستقبلها، ونحاول نطور أو يعني نشوف إذا في سلبية في هالموضوع هذا. نعم دكتور فلاح، ما معنى أن الخدمة الوطنية إلزامية، وما الذي يترتب على التخلف من الخدمة الوطنية، وهل هناك عقوبات على من يتخلف عن هذه الخدمة؟ نعم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أن قانون الخدمة الإلزامية هو الحقيقة استبعد هذا المصطلح مثل ما تفضل سعادة اللواء، يعني ابتعدنا عن مصطلح القصر والقوة والإلزام المكلفين. فقانون الخدمة الوطنية أو أداء الخدمة الوطنية الحقيقة هو يعني أمانة وواجب، يعني وضريبة دم الحقيقة تفرض على المواطن بشعور النبيل لدى المواطن الصالح. فبالتالي هذا هو معنى أن استبعدنا مصطلح الإلزامية إلى قانون الخدمة الوطنية، لكي يعني يتناسب الحقيقة مع هذا الواجب اللي وصف الدستور الواجب المقدس والأمانة في عنق كل مواطن. طبعا القانون الحقيقة أحاط، هذا القانون أحاط المكلفين سواء المكلفين أو المجندين أو الاحتياط بكثير من الضمانات. أولا قبل لا نقول العقوبات الحقيقة، الضمانات في الوظيفية، الضمانات في العمل خلال الخدمة، ممكن يعني أستعرضها باختصار شديد. يعني في مزايا تخلي الواحد يتجه نحو الخدمة، يعني مزايا خلينا نقول ضمانات وحقوق الحقيقة حفظها القانون لهذا المكلف ولهذا المواطن، لكن قبل لكي لا يفقدها. نعم دكتور فلاح، قبل لا ندخل في الضمانات أو الحقوق، نبي نعرف العقوبات، يعني اللي يتخلف عن هذه الخدمة شنو ممكن تقع عليه عقوبات؟ نعم التخلف هناك الحقيقة عقوبات أو جزاءات إدارية تفرضها هيئة الخدمة الوطنية أو تفرضها القيادة العسكرية. أول هذه العقوبات الحقيقة في البداية التسجيل خلال المدة المحددة اللي هو 10/5/2017، هذه الحقيقة إلزام على كل المكلفين، كل مواطن كويتي من الذكور بلغ سن 18 في هذا اليوم عليه التزام قانوني بأن يسجل نفسه خلال 60 يوم من بلوغ هذه السن. إذا ما تخلف يعني خلال شهرين، خلال 60 يوم خلنا نقول 60 يوم على أساس محسوبة من ضمنها العطل وإذا ما سجل؟ إذا ما سجل الحقيقة في اليوم 61 يترتب عليه إضافة خدمة، ما نقول الحقيقة عقاب أو جزاء، إضافة خدمة شهر كاملا على الخدمة الأصلية اللي هي السنة. لكن التسجيل بالموقع مو معناته الدخول بالخدمة؟ لا، التسجيل بالموقع هذا الحقيقة يثبت، يقدم نفسه والحقيقة يتلاشى هذه الإضافة الخدمة، وعلى أساس مستقبلا تستكمل إجراءات الحقيقة الجاهزية للخدمة حسب طبعا
والتأجيل المجال التأجيل الدراسي والتأجيلات الأخرى مفتوح الحقيقة. نعم. إنما هذا كبداية هذا التزام وواجب قانوني عليه أن يسجل خلال الست. إنزين إذا ما سجل شنو العقوبات ممكن تقع؟ هذه مباشرة إضافة شهر على خدمته العادية اللي هو السنة، وتأتي عقوبات أخرى استكمال إجراءات. عن كل يوم تأخير إضافة شهر؟ لا لا لا، عن عدم التسجيل إضافة شهر. عدم التسجيل يعني ما سجل 60 يوم، 61 يوم على طول يضاف له خدمة إضافية شهر. في عقوبات أخرى غيرها؟ في عقوبات أخرى بتقول نقولها الحين ولا نخليها في يعني مثل، لكن نأخذها بعد الفاصل إن شاء الله. راح نكمل بعض العقوبات هذه في الفقرة القادمة من البرنامج إن شاء الله. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل. حياكم الله مشاهدينا، اللواء ركن إبراهيم سالم العميري. نبي نسأل عن سلبيات قانون التجنيد الإلزامي اللي كان اسمه قانون التجنيد الإلزامي سابقا، وهل وضعتوا هذه النقطة في الحسبان بإنكم التلفون جميع هذه السلبيات، خصوصا أن كثير كان يتم الحديث عنها سواء في المجلس أو في الشارع في الدواوين عن سلبيات القانون السابق، هل راعيتوا هذه السلبيات وحاولتوا أنكم تفادونها في قانون الخدمة الوطنية الجديد؟ أمر طبيعي يا أخ أحمد، مثل ما تفضلت أن القانون وقف العمل فيه لفترة طويلة وتم الدراسة عليه والبحث فيه، وكل إنسان يعمل لابد يخطئ، وكل عمل له سلبياته وله إيجابياته. إحنا الحمد لله لقينا إيجابيات، أثبتوا شباب الكويت جدارتهم بالغزو بعملهم الجماعي والتنظيمات، هذه كلها إيجابيات. لكن السلبيات أيضا ما ننكرها موجودة، إحنا بشر وعندنا أخطاء وعندنا سلبيات. بعد مراجعتها أخوك، يعني أول شيء السن الخدمة، بدينا من 18، وناس واجد يقولون ليش بديتوا بتاريخ 10، ما بديتوا بتسعة، ما بديتوا بثمانية؟ صحيح، هذا المرسوم الأميري ألزمنا القانون بعد ما تفضل سيدي حضرة صاحب السمو الأمير وقع في 4/5/2015، نشر في 10/5/2017، يعمل فيه بعد سنتين من نشره 10/5/2017 احنا بدأنا العمل فيه. يشمل فئة معينة من الناس اللي تكمل في 10/5/2017 سنة 18 سنة، يطبق عليهم القانون. يعني اللي اليوم صار عمره 18 مو معانا، ما راح يطبق عليه، لا ب 9/5/18 ما يدش ويانا، يدش ويانا اللي ب 10/5/2017 يعني بعد 7 ايام تقريبا، بعد 7 ايام نعم اللي ما كمل 18 راح يدش. يعني ايضا من السلبيات كانت اول سنتين المجند وسنة الجامعي، الان كلهم مع بعض سنة واحدة. الرتبة انشالت عن المجندين، ما في رتبة الآن؟ مو الجامعي يكون ملازم أو ما في رتبة. الضابط وأنا أخوك يعني محتاج إلى تأهيل، يعني تأخذ رتبة كل يوم ملازم، عقب 10 سنين تجي مجند هم ملازم، لا سنك يسمح أو شون إمكانياتك ومستواك الوظيفي وهذا ما يسمح. زين بعد 10 سنين ما يسمح؟ ما في نفس الرتبة، تجيني شهر تخدم بعد الخدمة الفعلية نفس الشيء، مجند لك دوراتك لك تأهيلك لك معسكرك الحالي. زي هذه ما نقدر نقول كانت إيجابية بالقانون السابق ما خليتها موجودة الآن؟ لا بس كضابط، الضابط محتاج إلى دورات وتأهيل وعمل، عشان أنت ما راح تكون موجود. بس المؤهل صار ما في، ما يفرق الحين. نفس الشيء، الخدمة الوطنية الكل فيها مع بعض، والدورات اللي راح تأخذها من خلال الخدمة الوطنية دورات مختلفة تغطي مؤسسات الدولة في بعضها. وحتى أيضا المؤهل ما راح يفرق بالنسبة للمدة، كلهم سنة 12 سنة 12 شهر إلا اللي تعرض للعقوبات. أيضا من السلبيات اللي وجدناها وإن شاء الله القانون يغطيها، الخدمة الوطنية من اسمها خدمة وطنية للوطن الكويت كلها، يعني أنا أهلك 4 أشهر بعدين ممكن تخدم في ممكن دورات وزارات، تخدم وزارات ثانية، وزارة الصحة مثلا راح نسوي دورات إسعافات وياها، المطافي راح نسوي دورات إطفاء وياهم. فبالتالي يعني الفائدة من التجنيد أو الخدمة الوطنية راح تعم وزارات مختلفة في الدولة، يعني ممكن يقوم بأكثر من نشاط. أكثر من نشاط الأساس أنا أسستك عسكري وزرعت روح الانضباط والولاء والإخلاص. سابقا ما كان موجود شيء هذا؟ موجود بس تروح تخدم بالعسكرية فقط. الآن لا، العسكرية وزارات الدولة. يعني المقصود بوزارات الدولة العسكرية ووزارات الدولة؟ أيوة، قانون الخدمة الوطنية إنه ممكن جميع. يكون تجنيده بإحدى وزارات الدولة؟ أيوة، بعد ما يخلص فترات التدريب القانون أعطى جوازيات
معالي وزير الدفاع بالتنسيق مع اخوان الوزراء انه ياخذون دورات عندهم ويعملون عندهم، والخدمه تعود بالفائده للدوله وللجيش ايضا. نعم. العقيد محمد، عندنا سؤال الحين بالنسبه لمده الخدمه الوطنيه، احنا تكلمنا عنها لكن نبي نتكلم الان بتفصيلها، يعني تقسيم هذه المده من حيث الانشطه والفعاليات اللي راح تكون الزاميه خلال هذه المده. كذلك نبي نعرف هل هناك فتره حجز يقضي فيها المجند فتره معينه في معسكرات الجيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لفتره الخدمه العامله، انا ودي قبل اقول الخدمه العامله ابي انبه على سؤال متكرر كثير. تفضل، شنو السؤال؟ يمكن موجود عندنا بس احنا ما وصلنا له. اي، وهو اهم سؤال اعتقد الناس جميع كل اغلب الناس تسال، منو اللي راح يشمل القانون هيئه الخدمه الوطنيه باي تاريخ؟ هم عارفين ان 10/5/2017 راح يطبق هذا القانون. نعم. يعني في يوم 10/5 راح يكون هذا القانون نافذ. شنو التفاصيل؟ بس على منو؟ يعرفون انه في قانون، في سامعين 34 سنه، سامعين يعني تجنيد خدمة وطنية. القانون 10/5/2017 بهالتاريخ اللي يكمل 18 سنة. زين؟ يعني عمره 18 سنة ويوم واحد هذا القانون ما يشمله. يعني احنا عندنا 10/5/2017 عمره 18 سنة. حتى وان تكلم القانون على عمر 34 سنة او عمره 20 سنة للثانوية، هذا راح نتكلم فيها لاحق إن شاء الله، هذا لل يعني اللي عنده حالات التأجيل أو حالات التأجيل الدراسي أو شيء لغاية هالعمر، بس مو معناته أن 34 عمره 34 يدخل الآن. الآن هذا يشمله فقط اللي عمره 18 سنة تاريخ 10/5. يعني مواليد 10/5/1999 بالضبط. نعم. هم اللي يشمل. يعني واحد لو مواليده 9/5 سنة 99 ما يشمله. ما يشمله. ساعة 12/5 ما يشمله. خلاص. لا ما يشمله. فهذا الله يسلمك، وهذا التاريخ اللي راح ينفذ في قانون هيئة الخدمة. بالنسبة للخدمة العاملة راح تكون سنة كاملة. أربع سنوات راح تكون أربع شهور تدريب. زين. راح يكون منها شهر واحد حجز في المعسكر. حجز كامل يعني. حجز موجود كامل. نعم. ينام هناك في المعسكر. نعم. لمدة شهر كامل. نعم، شهر كامل. نعم. وثلاث شهور يكون تدريب، يعني من الصباح إلى ما تحدد الهيئة الخدمة الوطنية لاحق. يعني وبعد ثلاث أشهر؟ ثلاث أشهر يدش في خدمة العاملة اللي احنا نسميها الخدمة الفعلية للمجند. الحين تخرج، كونه مجند تخرج. تخرج من الأربع شهور. أربع شهور. كأنه طالب، يعني كأنه طالب مجند، أربع شهور دربته تخرج. ممتاز. يدش في الخدمة العاملة اللي هو مثل ما تفضل فيها سيدي سعادة رئيس الهيئة في التدريب الفعلي مع القوات المسلحة أو أي جهة كانت. طبعا بعد الست شهور هذه، بعد ما يخلص السنة اللي هي الست شهور بعد الأربع شهور، ثمان شهور بعد ما يخلصها خلاص المجند إذا ما عليه أي إضافة وظيفته، اذا ما على اضافه يرجع مره ثانيه نعطيه اوراقه في ان انهى مده الخدمه الفعليه. الاضافه اللي هي مقصود فيها العقوبه انه ما سجل في العقوبه عنده، اذا ما عنده اي شيء تاكدنا منه ما عنده، راح على طول نعطيه شهاده انه ادى قانون ادى الخدمه هيئه الخدمه الوطنيه. بالنسبه للعقوبات دكتور فلاح، نبي نعرف الآن جميع العقوبات اللي تترتب على من يتخلف عن أداء هذه الخدمة، كذلك من يمنع المجند أو من يمنع المواطن من أنه يروح يؤدي هذه الخدمة أيا جهة كانت، شنو العقوبات اللي تترتب عليها؟ العقوبات مثل ما قلنا قبل شوي، عقوبات إدارية هذه تفرضها القيادة، وقلنا الشهر هذا. هناك عقوبات أيضا الحقيقة فوض القانون وزارة الدفاع بأنها تحددها لمخالفات عدم استكمال الإجراءات المقررة اللي هو بعد التسجيل، فهناك إجراءات، فهناك دعوات، الفحوصات الطبية، الإجراءات كاملة عشان يكون جاهز. نعم. أيضا هذه مخالفتها من يخالفها يفرض عليه أيضا خدمة إضافية شهرين آخرين. نعم. غير الشهر مال الويب سايت. نعم. نعم. هذه إداريا. هناك أيضا عقوبة ثلاث أشهر حقيقة أشد لمن يتخلف للمرة الأولى عن تلبية الدعوة.
يعني وجهت له دعوة للالتحاق بالحق بالخدمة الفعلية، من يتخلف يضاف له خدمة إضافية ثلاثة أشهر. متى توجه له الدعوة؟ بعد ما يستكمل الإجراءات؟ حسب على ما يستكمل الإجراءات، على ما تجي دفعة توجه الدعوات. من يخالف هذه الدعوة للدخول الفعلي هذه الحقيقة يفرض عليه إضافة خدمة إضافية ثلاثة أشهر. إذا تجاوز الحقيقة المرة الأولى أيضا استمر وتمادى في مخالفاته وامتناع عن تلبية الدعوات، هناك ندخل الحقيقة في التجريم الجنائي. تجريم جنائي؟ نعم، التجريم الجنائي يسجل له صحيفة الدعوة حسب نوع طبعا المخالفة أو التهمة، وتحرك الدعوة الجزائية وتباشر الحقيقة من قبل الهيئة. طبعا إن كانت المخالفة تشكل جنحة، الجنح مختصة فيها الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية. هذا من يمنع المجند؟ نعم، من يمنع المجند أو من يمنع المواطن أن يلتحق؟ من يمتنع عن من يمتنع عن تلبية الدعوات. يعني الخدمة الإضافية هذه إجراءات أو جزاءات إدارية، لكن من يستنفذ كل هذه الحقيقة المخالفات ويدخل في نطاق التجريم يعني بعد المرة الأولى اللي هي ثلاث شهور إضافة، يدخل الحقيقة في نطاق التجريم الجنائي. نحرك الدعوة الجنائية إن كانت جنحة الإدارة العامة للتحقيقات، وإن كانت جناية على طول نحركها للنائب العام، ومن ثم تباشر القضية أمام المحاكم ويأخذ جزاء المقرر في القانون الحقيقة. يعني من تجاوز، والقانون بالمناسبة الجديد الحقيقة شدد في العقوبات، كانت العقوبات يعني بسيطة وكانت الحقيقة يجوز غرامة أو الحبس، الآن الحقيقة في بعض الأحوال أو بعض الحالات الحبس فقط. يعني من تجاوز سن التكليف تهرب وتملص من الخدمة الوطنية العقوبة، يعني اللي وصل 35 سنة مثلا، أي 34 سنة، أي نعم، أو 35، نعم 35 تجاوز، يعني إيه؟ تجاوز سن التكليف الحبس الحقيقة من سنتين لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن ثلاث سنوات، يعني لو رايح تجنيد أحسن له، وجوبي أيضا الغرامة 5000 دينار. يعني ما في خيار للقاضي، ما عنده خيار، الجرائم العادية جرائم القانون العام يعني الحبس أو الغرامة أو أحدهما، هذه ما فيها والقضاء لا استبعدنا هذه الحقيقة، يعني الحبس والغرامة حاصرتوهم يعني. نعم، أيضا إذا كان التخلف الحقيقة في ظروف الحالات الحرب والحرب والتعبية العامة والأحكام العرفية، هذه القانون تشدد فيها، حط حد أدنى 3 سنوات وحد أقصى 5 سنوات، والعقوبة الغرامة المالية 10,000 دينار، هذا اثناء ما في جوازية. اي نعم. وبالنسبة اللي يمنع، عشان نطلع على فاصل دكتور فلاح، اللي يمنع المواطن من انه يلتحق بهذه الخدمة، جهة نعم معينة منعت او يعني ايا جهة كانت؟ نعم، في لهم عقوبة في القانون يشملهم شيء؟ نعم، في عقوبات اللي قرر لا تقل عن سنة، لا تزيد عن سنة، لمن يجنب اي مكلف عن الالتحاق بالخدمة حتى لو كان مدني يطال هذا القانون. يعني من يتستر أو يخفي أو يساعد هذا المكلف عن تجنب الخدمة الوطنية، حتى لو أمه؟ لا، الأم طبعا لها حق، الأم والأقارب القانون الحقيقة استثناءهم، الله يعطيك العافية، لكن أشخاص آخرين فرض عقوبة جزائية، وقد يكون هذا الحقيقة التستر على هذا المتهم، خلنا نقول غير اللي قلتهم الأسرة، حتى لو كان مدني أيا كان موقعه، يعني قد يساءل. نعم، يساءل القانون يحاسب، وإذا كان يساءل التستر هذه عقوبة منصوص عليها في القانون الجزاء العام، وأيضا عقوبة في القانون الجزاء قانون الخدمة الوطنية. نعم، يأخذ بالعقوبة الأشد. نعم نعم، راح نكمل هذا الحوار لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا. اللواء ركن إبراهيم سالم العميري، من المعني تحديدا بتنفيذ أحكام هذا القانون؟ حقا يعني القانون لما صدر وصدر من بعده القرار الوزاري، أصبحنا في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية المعنيين بتنفيذ هذا القانون. هيئة الخدمة الوطنية العسكرية كانت موجودة هذه من قبل؟ لا، ما كانت موجودة، جديدة مع القانون سميت هذه. وحضرتك أنت رئيس؟ نعم، أنا رئيس الهيئة. طبعا وإحنا المعنيين فيه الآن بالتعاون مع جميع وزارات الدولة، كل وزارات الدولة الكويت، عشان على هالأساس هذا القرار الوزاري خولني في مخاطبة جميع الوزارات، خولنا كهيئة خدمة وطنية في مخاطبة جميع الوزارات، وإحنا حقيقة بدينا بمخاطبات الوزارات واجتماعنا وياهم، وخاصة الوزارات المعنية
في إجراءات التنفيذ ويانا في بداية التسجيل. اللي هم منو؟ التعليم العالي، وزارة الداخلية، شؤون الصحة. في تجاوب وتعاون؟ نعم في تجاوب كبير، لأن مثل ما قلت القانون هذا راح يخدمني ويخدمك كوزارات، وبالتالي المصلحة مشتركة. مصلحة مشتركة، مصلحة البلد كلنا نسعى لها. فإحنا الحمد لله متعاونين ويانا، الإخوان كثير متعاونين ويانا، وحتى اليوم كنا بوزارة الداخلية الصبح وياهم، الحمد لله كان اجتماعنا مثمر، وإن شاء الله الاجتماع بعد لاحق وياهم، ومنتظرين أيضا مواعيد، تحديد مواعيد الأسبوع الجاي يمكن وزارة الخارجية والهيئة الإعاقة راح نكون إن شاء الله عندهم. هيئة الإعاقة ليش؟ شنو الربط ما بين القانون؟ في القانون في المعيل الاستثناءات عندنا، المعيل عشان يحتاج إعفاء لازم من اللجنة الطبية العسكرية، بالتالي أنا محتاج إثباتات وغيرها من هيئة الإعاقة يزودوني فيها. كل من يرعى معاق وكل المعاقين راح يعفون، ولا أنتوا تقررون الفئة؟ اللجنة الطبية تابعة لكم أنتم؟ أول شيء قبل لا نقول من يرعى، أول شيء المعاق نتأكد من صحة الإعاقة. أول شيء تأكدوا من صحة الإعاقة. من صحة الإعاقة من هيئة الإعاقة. من اللي تأكد؟ أنتوا في لجنة عندكم؟ اللجنة العسكرية تأكد. ما تعتمدون على؟ لا نعتمد عليهم. ومنهم ناخذ الإعاقة أو شيء. ومنهم ناخذ نثبت الحالة هات الإعاقة، بعدين نلتفت الموضوع المعيل. لنفرض أن في واحد مثلا، نعرف مشاكل هيئة الإعاقة فيها مشاكل كثيرة، مدعي إعاقة وغيره، لنفرض أن واحد منهم، هل أنتوا تعتمدون على القرار اللي تأخذه هيئة الإعاقة ولا لا لجنتكم يتم البحث فيها؟ هيئة الإعاقة وكل وزارة الدولة لها كل الاحترام والتقدير. نعم. نأخذ ما يثبت وعندنا تحققون. تحقق من الشيء هذا وبعدين نبدأ نتعازل، لأن عقبها في أيضا عقب هيئة الإعاقة أو قرار الإعاقة في وصاية لازم نرجع حق المحاكم وأحكام المحاكم لما تدش في المرحلة. فعلى الأساس هذا نخوك إحنا مسؤولين أو مساءلين أمام القانون. نعم. في تنفيذ هذا القانون، فبالتالي اتصالاتنا إن شاء الله مع كل وزارات الدولة إن شاء الله. العقيد محمد، كيف وبأي وسيلة سيتم إبلاغ المكلف بوجوب التحاقه للخدمة الوطنية العسكرية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة نبدي في تسجيل المكلف. تسجيل المكلف بداية في موقع لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، موقع إلكتروني. موقع إلكتروني اللي هو www.kns.gov.kw www.kns.gov.kw. نعم. هذا نقوله من الحين لأن 10/5 لازم يسجلون. 10/5 إن شاء الله يسجلون. حاليا لو يدخل أي، وهو نازل على الشاشة الآن موجود، يشوفونه يقدر يستفسرون عنده أي استفسار. موجود القانون، موجود نبذة عن القانون، موجود يعني التأجيل، الإعفاء، الحالات كلها بشكل عام. يعني طبعا هو هذا الموقع الآن الإلكتروني قاعد نشوفه على الشاشة اللي هو موقع تسجيل المواطنين اللي هم ملزمين بدخول الخدمة الوطنية العسكرية. نعم مثل ما نشوفه على الشاشة هذا موجود، هذا التسجيل المبدئي للمكلف. المكلف اللي احنا قلنا عمره 18 سنة، من يكمل 18 سنة تسجيل مبدئي في جميع الحقول يسجلهم، ويبتدي بالتالي يحط اللي يفعل البريد الإلكتروني على أساس أنه يكون هو له شخصيا. عندنا إن شاء الله مشاريع لاحقة إن شاء الله راح نعلن عنها بالتالي بالتعاون مع مؤسسات الدولة مثل هيئة المعلومات المدنية. دكتور عقيد محمد، في سؤال مهم أيضا بهذه النقطة، هل هناك فئات معفية من الخدمة، وهل الإضافة أو تغيير هذه الفئات المعفية يحتاج إلى تعديل القانون كله بشكل عام أم إلى قرار وزاري من قبل وزارة الدفاع؟ ماشي. الآن بالنسبة للمواطن الكويتي، أنا أحب أشدد على موضوع كل مواطن كويتي عمره 18 سنة لابد يسجل في أي حالة، هو سواء طبي، وضع العائلي، وضع الأسري. يعني حتى لو يعتقد أنه هو من ضمن المشمولين بالإعفاء، يعني يعتقد اعتقاد ما في إنسان مشمول إلا بعد ما يسجل. أول شيء يسجل أي مواطن كويتي ذكر عمره 18 سنة في هالعمر، يسجل أول شيء يفتح ملف عندنا. الإعفاءات والتأجيلات والاستثناء موجود بالقانون، تقدر تقرأ وواضح على العموم.
تأجيل عندنا 18 سنة الآن اللي سجل يعتقدوا عندنا عدد معين من هني لغاية سنة عملية عندنا راح يدخلون إن شاء الله تسجيل اللي هو 13217 مواطن كويتي. هذا اللي أنتم حاسبينهم؟ حاسبين نعم عندنا هالرقم هذا 13000 هذا ما راح يعني ما راح مجموعة واحدة بمكان واحد يعني دفعة واحدة دفعة واحدة راح ناخذهم. هذا مكلف ومكلف اللي هو يكون القانون راح يكون ضمن القانون مطبق عليه. المكلف فقط عليه يسجل يجيب اثباتات يدش اول شيء الموقع ويشوف الاثباتات المطلوبه وبالتالي يتجه الى المحافظه اللي يسجل فيها تابع لها. راح يسجل عندنا 6 محافظات موجودين كل محافظه معين المكان لمراكز التسجيل. هذا واضح يعني كل اللي بلغوا سن 18 في ذاك اليوم في 10/5 يسجل لو عنده اعفاء لو ما في. نعم بالضبط هذا هو لازم يسجل بعد التسجيل. الان لما يسجل يعتبر الان هذا الشخص موجود عندنا ومبين عندنا في رقم المدني في وضع وضع ملفه عندنا ملفه وضع ملفه موجود كامل يبدا الان يطلب. هو الان الطلبات مفتوحه الباب التأجيل والإعفاء. من المسموح له يطلب الإعفاء؟ عندنا الآن نبدي بالتأجيل لأن إحنا في شهر 5 راح نبدي في موسم تسجيل الجامعات متوقعين شهر 7 تسجيل الجامعات سواء داخل أو خارج الكويت. صحيح شهر 5 نعم راح يكون عندنا تأجيل دراسي. طبعا راح يبنى آخر شهادة دراسية هو أول ما يسجل مبدئيا يبنى آخر شهادة دراسية وبالتالي إذا يبي يدرس في الخارج راح يبلنا القبول سواء داخل أو خارج الكويت. علشان في حالة إحنا استدعينا لدفعة مجندين عارفين وضع عندنا يبين لأن 13200 هذيل موجودين عندنا بشكل عام رقم نبدي نفرز منهم المؤجل دراسي. إحنا عندنا التأجيلات يعني عموما 7 تأجيلات تأجيلات بأنواعها أو الإعفاءات. الحين هذا اللي تكلمنا عنه التأجيل اللي هذا هو التأجيل يرفق تسجيل الجامعة أو طبعا هذا الدراسة الجامعة. عندنا بس بالنسبة للتأجيل الآن بالنسبة للدراسة يراسلكم عن طريق الويب سايت اللي سجل فيه يرفق الملفات الويب سايت ولا يقدر لازم يقدر يدش يشوف الطلبات اللي احنا نطلبها. واضح هذا يبقى آخر شهادة أو قبول من طبعا التعليم العالي ويجيب لنا الشهادة ويقدمها لنا. طبعا هذه مشروطه في استمراريه يعني انا ممكن اني اعطيك تاجيل دراسي الان 4 سنوات للجامعه بس مشروطه في استمراريه ما يسجل سنه ويطلع كل سنه يجيب لنا استمراريه يؤجل 4 سنوات يعني طول ما هو مسجل بالجامعه او بالكليه يتم تاجيل يتم تاجيله متى. وبالنسبه للاعفاء من المعفي؟ بالنسبه للاعفاء عندنا احنا التاجيلات عفوا بس في عندنا تاجيل طبي بعد تاجيل طبي اي نعم في عندنا إعفاء طبي وفي عندنا تأجيل طبي. شنو التأجيل الطبي؟ التأجيل الطبي في حالة إحنا استدعينا شخص معين وهو في وضعه الطبي ما يسمح لأنه يعني يلتحق هذا ممكن إنه يؤجل. عنده عملية عنده شغلة عنده حاجة عنده يعني إعاقة طبية مؤقتة. نعم. عندنا التأجيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية. اللي هم طلبة الضباط أو ضباط الصف أو أفراد سواء الجيش الشرطة الحرس الوطني الأطفاء هذيل يعتبرون مؤجلين. هذيل يأجلون بعد وهذيل لازم يدشون بعد تجنيد؟ هذا مؤجل لأنه الآن داخل في مؤسسة عسكرية طالب ما يعفى أو ما يستثنى إلا بعد خدمته في أحد هالكليات 5 سنوات يعفى بعد ما يتخرج. بعد ما يتخرج بعد ما يتخرج 5 سنوات يعفى بعدها بعدين يستثنى احنا نسميه استثناء. نعم. عندنا التأجيل الإداري. تأجيل إداري. اي نعم. التأجيل الإداري اللي هو الزوج المرافق لزوجته اللي تدرس خارج البلاد. الآن لا يتجاوز عمره 34 سنة. يعني هو التكليف لغاية 35، 34 سنة آخر تأجيل عنده. في جميع التأجيلات 34 سنة آخر شيء. خلاص ما يسمح له يأجل بعد ما يسمح في أي حالة من الحالات سواء لا. دراسي إداري يعني ما يقدر يأجل لما يطوف 34 وبعدها 34 لا ينتهي الآن التأجيلات يدخل لازم يلتحق في
في الخدمة الوطنية. وبعد 34 ما في تأجيل خلاص. ما في 34 ما في، لأن عنده باقي لنا سنة واحدة وهذا لازم يكون خادم فيها. نعم. غير التأجيل. في عندنا مرافق مريض. مرافق مريض من الدرجة الأولى أو الثانية ممكن إنه طبعًا الآن هذه هذه الجوازية التأجيل، بس إحنا عندنا إجراءات. يجيب أوراقه، يقدم أوراقه، صلة القرابة، التعارض الطبية، القرار الوزاري، بالتالي عندنا لجنة مختصة هي اللي تأجل. عندنا من يوفد بمهمة رسمية نفس الشيء ممكن يؤجل لغاية 34 سنة. هذا تأجيل أيضاً. هذا يعني عمل إداري. عندنا الوحدانية والإعالة. الوحدانية والإعالة أيضاً تأجيل؟ أهم يؤجل، نعم. يدش في حالة التأجيل. المقصود وحيد أمه وأبوه يعني؟ نعم، الوحيد لأمه أو لأمه أو لوالدينا. يعني الاثنين. مو مع في هذا؟ هذا يؤجل سنة. لأنه ممكن بعد كم سنة أن تتغير الحالة، ممكن الله يرزقهم ولد. زين، وإذا صار لي 34 وهو للحين ظل وحيد أمه؟ خلاص يعفى. إذا يعفى. إيه نعم، إذا اجتاز العمر. فعندك المعيل الوحيد، إحنا هذا الوحيد. في عندنا المعيل. منو المعيل؟ المعيل لأبيه المصاب بعجز صحي، إذا أبوه مصاب بعجز صحي هذا ممكن يؤجل. المعيل لأم الأرملة أو المطلقة طلاق بائن. المعيل لأخيه أو أخواته المصابين. أكبر مكلفين من أبناء الأسير أو المفقود. الشهيد. أو الشهيد. هذا تأجيل، لازم نبي هذا تأجيل، كله تأجيل. من توفي زوجته ولديه أطفال قصر ولم يتزوج، هذا تأجيل، لأن الحالة قد يعني بعد سنة سنتين يتغير وضعه. طبعا احنا التأجيل هذا سنة بسنة. كل اللي ممكن يتغير وضعهم إلى 34 يأجلون. نعم. وإذا ظل لـ 34 نفس الوضع يعفى خلاص. نعم. بعد 34 خلصنا التأجيل الآن عقيد. الآن التأجيل. إيه نعم التأجيل. خلصنا التأجيل. إيه في الإعفاء. الإعفاء راح أتكلم عنه لكن بعد. نعم. الفاصل إن شاء الله. مشاهدي الكرام فاصل ونعود لكم. حياكم الله مشاهدينا، تكلمنا قبل الفاصل مع العقيد محمد عن حالات التأجيل، والآن سنتطرق إلى حالات الإعفاء والاستثناء من الخدمة الوطنية. عقيد محمد، ما هي حالات الإعفاء والاستثناء؟ الإعفاء هي إعفاء طبي، طبعا هذه يقدم فيها أوراق طبية إلى هيئة الخدمات الطبية في المستشفى العسكري ويعطون إعفاء طبي. عندنا أسرى الحرب والمفقودين بحكم نهائي والمكلف العائل من أبناء العسكري الذي سرح من خدمة لعجز طبي. بالنسبة للاستثناء، الاستثناء هو من مع المعينون من بالشرطة والجيش والحرس الوطني والأطفاء ويعني أدى الخدمة مدة 5 سنوات متواصلة. هذا يتم استثناء. هذا استثناء. نعم. نعم. إذن هذه الحالات تحتاج إلى أو تغيير هذه الفئات يحتاج إلى تعديل القانون برمته ولا يحتاج إلى قرار وزاري فقط؟ شمول فئات أخرى، تعديل فئات؟ طبعاً إحنا نعمل في قانون، ما يقدم في قانون يعدل في قانون، بس بالنسبة للفئات هذه واضحة عندنا. ونوجه أيضاً سؤال الدكتور فلاح. دكتور نبي نعرف أول شيء الضمانات القانونية، كذلك هل تعديل هذه الفئات يحتاج إلى قرار وزاري أم تعديل القانون؟ نعم، هذه الفئات وهذه الحالات الاستثناء أو الإعفاء أو التأجيل محددة بالقانون حصراً، وأي تغيير أو تعديل لابد أن يعدل بقانون. نعم، وليس بقرار وليس حتى بمرسوم. هل هناك دكتور فلاح ضمانات وظيفية للمكلف بعد إتمامه فترة أو مدة الخدمة؟ نعم نعم، الحقيقة القانون يعني حاط بضمانات كثيرة. شنو؟ أولا يحتفظ الحقيقة في حقه بدوره في التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، ويحق له أن يتوظف خلال فترة وجوده كمكلف وهو بالخدمة، سواء بالخدمة أو خارج الخدمة أو قبل لا يلتحق، بس اسمه موجود بديوان الخدمة. اسمه موجود ويحتفظ بأولويته في الدور، وبالعكس اللي مؤدين خدمة الوطنية لهم أولوية وهذا مسجل في ديوان الخدمة المدنية. لهم توصية يعني؟ لا مو توصية، بحكم القانون. مادة في القانون قالت له أولوية في التعيين، يعني لو تقدم 10-20 هذا واحد خادم خدمة الوطنية عسكرية يحط رقم واحد، فيحتفظ بأولويته ودوره وله أولوية أيضا بالتعيين. أيضا إذا ما توظف يحتفظ، سواء وظيفة الحقيقة في الحكومة أو غير الجهات الحكومية في القطاع الخاص، يحتفظ الحقيقة بوظيفة وبراتبة وحتى يعني تقييم الأداء، فيعتبر في الخدمة الفعلية ويحتفظ بكافة الحقيقة حقوقها وامتيازاتها. هناك أيضا يحتفظ حق الانتخاب، أيضا مضمون لحق الانتخاب في فترة وجوده لأنها فترة قصيرة.
أيضا حقه في الإجازات. في مكافأة مادية لهم؟ نعم مكافأة مادية إذا كان ما يعمل موظفين. إذا كان يعمل الجهة عمله سواء حكومية أو غير حكومية تتحمل حقيقة راتبه. إن راتبه كامل بكوادره؟ لا الكوادر في بعض البدلات مرتبطة بأداء العمل يعني إذا ما كان يؤدي العمل، لكن هناك بدلات ثابتة هذه يحتفظ فيها. إنما البدلات وغير موظف؟ نعم وغير موظف. وغير موظف أيضا جهات حكومية أو غير حكومية يحتفظ فيها إذا ما لم يكن موظفا. إنزين القانون حقيقة أعطاه سمية مكافأة وليس راتب، مكافأة حسب مؤهله العلمي بما يعادل نظيره العسكري الحقيقة. إذا تبوني أستعرضهم هم 4-5 حالات بإجازة أساس بإجازة يعني الأمي والابتدائي من ابتدائي وما دون. نعم. يعطى راتب أساسي وكيل عريف بما يعادل وكيل عريف المتوسطة بما يعادل عريف. عريف الثانوية رقيب، الجامعة رقيب أول، الدبلومات بعد الجامعة وكيل رقيب أول، إذا الجامعة وكيل ضابط، الدراسات العليا وكيل أول. نعم دكتور أو اللواء ركن إبراهيم سالم العميري، كيف سيتم استدعاء المطلوبين للخدمة والذين تنطبق عليهم الشروط؟ هل سيتم استدعائهم دفعة واحدة مع بعض؟ وإذا كان الاستدعاء سيتم على أو وفق المجاميع، على أي أساس سيتم اختيار هذه المجاميع؟ وهل تملكون أنتم الآن كهيئة اللي تم استحداثها الآن بالنسبة للقانون هذا الجديد، هل تملكون الإمكانيات والاستعدادات للبدء في الخدمة الوطنية؟ حنا إن شاء الله جاهزين. أول شيء طبعا التسجيل جاهزين إن شاء الله في البداية. التسجيل جاهز وكما باني وإنشاءات عقب أسبوع جاهز التسجيل في كل المحافظات. زين وفي الهيئة. المرحلة الثانية العدد عندنا مثل ما تفضل من شوي أخوي العقيد محمد، عندنا 13217 كويتي راح يسجل كل فئاته، شباب كويتي من الذكور بلغ 18 يسجل. هذول راح يسجلون أيضا. أنا عندنا فترة امتحانات الثانوية، عندنا التقديم للجامعات والكليات والمعاهد، الغالبية راح يجيك يطلب إذن. أنا أخلص مرحلة التسجيل وياك وأعطيك إذن للدراسة أو أي إذن أو تأجيل أو سبب أنت تحتاجه وتروح. بعد إن شاء الله ما تخلص الجامعات الكويت وخارج الكويت في القبول، الفئة من الشباب الباقية تأخذونهم دفعة واحدة؟ ممكن حسب ما يبقى. يعني شفت أنت الرقم 13217 هذا؟ زين العام التعليم العالي كم خذه؟ كم خذه؟ 9500. 9000. زين إيش بقى لي؟ يبقى لك 3000 تقريبا 4000 وشويه. زين انتم عندكم طاقه تقدرون تستوعبون هذه؟ ايوه احنا بعد عندنا الطبيب، عندنا الاعفاءات، عندنا استثناءات الكليات. شوف ايش كذا راح يصير. زين راح تدربونهم على حمل السلاح؟ تدربون راح تدرب كتدريب عسكري اولي حمل السلاح والمشاة والنظام المنظم تدريب، بالاضافه الى محاضرات قانونيه، اسعافات اوليه بدائيه، مطافي، قيادة. راح تدرسونهم مناهج معينة عن الوحدة الوطنية، الخدمة الوطنية أو التربية الوطنية، كل هذا والتربية الإسلامية، كل هذه محاضرات راح تدش منها بقصد رفع الروح المعنوية، رفع الروح الوطنية عند الناس. يعني تجنيد مادي ومعنوي. مادي ومعنوي طبعا، لأن هذا خدمة وطنية. في شيء تبي تفضل فيه؟ عندنا الله يسلمك كثير من الإخوان تداولون الأعمار، لو رجعت القانون راح تلقى 18 و35 و46. 18 مواليد 10/5/1999 ملزوم التسجيل. نعم. في 10/5/2017. زين نخلص من هذا اللي يطبق عليهم القانون. 11 و12 و13 وياه يطبق عليه القانون، 9 و8 خارج. 11 و12 و13 هذا داشين ويانا بالقانون. إيه؟ خلص رشون ما بعد. نجي عندنا سن 35 أو 34 سنة، خلال هذه الفترة لازم تخدم سنة عاملة. أو شلون يعني من 18 لل 34 إذا في تأجيلات، إذا في إعفاءات، إذا في تنتهي ب 34 عشان تخدم سنة عاملة. سنة عاملة مدتها سنة. زين بعد ال 35 ل 46 احتياط. فهذه الأرقام موجودة في القانون، الناس تسأل شنو هذه وشنو مدتها هذه؟ هذا شنو الاحتياط اللي من 35 الى 46؟ 10 استدعاءات تخدم في كل استدعاء مده شهر.
10 استدعاءات. نعم. كل سنة استدعاء مدة شهر تخدم فيه فترة احتياط. فأنت الآن مكلف بعد ما تسجل مجند بعدها تدش احتياط. هل سيتم احتساب من خدم في الخدمة الوطنية من ضمن جيش الاحتياط والذي من الممكن أن يشارك الجيش الكويتي في حال لا قدر الله حدوث شيء؟ طبعا هو احتياط بديهي. احتياط شنو؟ بديهيا هو راح يدش بعد خدمة العاملة احتياط، يسمى الاحتياط. احتياط للجيش وللدولة في الكوارث مثل ما تقول في القانون لا قدر الله، أي حالات تحتاج لها الدولة أنا عندي احتياط، فهذا احتياط للجيش والاحتياط للدولة ينطبق عليه قانون الاحتياط. ومطلوب منا من خلال القانون إن شاء الله راح يصدر فيما بعد مرسوم الاحتياط للمجندين إن شاء الله. نعم. العقيد محمد، هل النساء مشمولات في القانون؟ الآن الإجابة نعم أو لا؟ لا، غير مشمولين. إنزين، هل شملهم بالقانون يحتاج إلى تعديل على هذا القانون أم أن الأمر يحتاج إلى فقط قرار وزاري؟ لا طبعا قانون. قانون. قانون يعني تعديل من مجلس الأمة. طبعا قانون. على القانون. قانون صحيح. زين، ممكن يكون مستقبلا هناك تعديل أو طلب من قبلكم أنه يكون يعدل على القانون؟ سعادة رئيس الهيئة و... هو مجلس الأمة الموضوع عندهم. إذا رأوا في حاجة وهم طلبوا إحنا جهة منفذة مثل ما صدر القانون. تفضل سيدي حضرة صاحب السمو باعتماده توقيع، إحنا جهة منفذة. دكتور فلاح، في آلية لاستثناء الوزير لبعض الفئات؟ لا، الحقيقة الاستثناء أو حتى الإعفاء الآلية هذه من ضمن الحقيقة التشديدات عن القانون السابق. يعني إذا كان هناك حاجة ضرورية، حاجة للوطن، الحقيقة الاستثناء أو هذا الإعفاء حصر بمجلس الوزراء. إذا ما أي نعم، إذا ما كان هناك ضرورة لاستثناء بعض الفئات، بعض الناس المهمين في الدولة في الوزارات. زين. بناء نفس نص القانون وتعرض على وزير الدفاع، ومن ثم وزير الدفاع الحقيقة يرفع فيه مذكر للمجلس الوزراء. نعم. الوزراء. يعني وزير ما يقدر هو بقرار وزاري فقط يتخذ هذا. لا 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 لا، في يرفع مذكرة مبررة وبالأسباب إلى مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو الحقيقة المختص بتحديد من تتطلب الضرورة الحقيقة بإعفاء، والضرورة تقدر بقدرها مثل ما يقول. إنزين دكتور فلاح، بأي مجال يمكن أن يتم الاستفادة من شهادة أداء الخدمة الوطنية؟ والله الحقيقة ما في، يعني الإفادة الوحيدة من الشهادة هذه أنها تعطي أولوية في دور ديوان الخدمة الوطنية في التوظيف. يعني يكون أولوية له. أي نعم. ما لها أي فائدة أخرى؟ نعم. نعم. بس في الحقيقة بعض الملاحظات بإيجاز جدا لأن الوقت فعلا بإيجاز. نعم. بس أنوه أن فترة القطاع عن العمل الحقيقة هذه المجند خلال وجوده هذه مدة مستبعدة من الخدمة، مدة مستبعدة من خدمة الوطنية، ومستبعد أيضا من خدمة المدنية. إحنا نشعر الحقيقة جهة عمله بأن انقطع المدة الفلانية. نعم. ومن ثم يحرم من رواتبه، وقد إذا طالت المدة وقد تنهى خدمته في وزارته. نعم. اللواء إبراهيم، المتحولون جنسيا قضية أثارتها بعض الصحف بأنهم معفيون من أداء الخدمة الوطنية، هل هذا الكلام صحيح؟ ما في حد معفي من الخدمة الوطنية. إذا في عنده إثبات رسمي مسجل من ضمن هويته أن تحول بحكم المحكمة أو إثبات من الحكومة أن تحول، أنا أستقبل كل مواطن كويتي من الذكور بلغ 18 بطاقة المدنية مسجل فيها ذكر. أي إعفاء؟ اللجنة الطبية. يعني هذا الكلام غير صحيح؟ لا غير صحيح، ما في أحد معفي، الكل يشملهم. يعني أنا شو أنت لما تسجل عندي في أونلاين، لما تسجل شو راح تكتب لي؟ راح تسجل اسمك كويتي ذكر، راح تحضر عندي تعطيني إثباتاتك. نعم. عدل. بس تتم إثارة بعض المواضيع أنه إذا لازم حكم المحكمة أو شيء من القبيل. حكم المحكمة هذا برا، أنا ما يشير، أنا رجل منفذ للقانون، واللي تقول المحكمة هذا باسم سيد صاحب السمو. يعني من يأتي في البطاقة المدنية مكتوب الجنس ذكر، مطلوب منه يسجل، مطلوب منه الالتحاق. زين، واللي التحق وأدى هذه الخدمة الوطنية ويبي يتطوع بالجيش، ما في مانع، هلا وسهلا فيه. سابق في النظام السابق للتجنيد موجود، وفي ناس كثيرين تطوعوا، والآن احنا ايضا نرحب فيهم تطوعوا. نعم.
شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء ركن إبراهيم سالم العميري، مدير مديرية الخدمة الوطنية العسكرية العقيد محمد عبد المحسن الجسار، شكرا لك. أيضا المستشار القانوني لهيئة الخدمة الوطنية العقيد متقاعد الدكتور فلاح عواد العنزي، شكرا لك. شكرا لكم جميعا، وبارك الله فيكم على إعطائنا هذا الوقت لتوضيح الكثير من الأمور المتعلقة بقانون الخدمة الوطنية، فشكرا جزيلا لكم. مشاهدين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة برنامج هاشتاغ لهذا الأسبوع. هاشتاغنا الليلة كان بعنوان الخدمة الوطنية العسكرية. مشاهدينا، إلى أن نلتقيكم في حلقات جديدة، نستودعكم في أمان الله.